السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايه من قناة دارينة شانل، وصفة واكلة على اليوتيوب. لو اول مرة بتشرفيني بالمشاهدة، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. عايزة لايكات كتير، وصل الفيديو لألف لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وشير علشان انا مش هكبر غير بيكم ودعمكم ليا، هو هيفرق ان شاء الله وقناتي تكبر. النهارده بقى كده مع بعض هنعمل طاجن عكاوي بلسان العصفور. الاكله دي بتاعت الاكيله، اكله تحفه. هنعمل طاجن يعني ما يختلفش عليه اتنين، هتاكل صوابعك وراه. اللي ما بيحبش العكاوي لو عملها بالطريقه دي هتحبيها. شايفين الطاجن جميل ازاي ولونه كمان حلو قوي. دي الأكلة بجد ديت أنا بموت فيها. يلا بقى بينا نشوف مقاديرنا. أنا معايا كده العكاوي دي بتاعت العجل، ومعايا 3 بصلات كبار ضربهم في الخلاط أو ممكن تقطعيهم القطع صغيرة. معايا طماطماية مقطعة مكعبات، وقرن فلفل رومي برضو مقطع، ومعلقة من الفلفل الأسود صغيرة، معلقة من البابريكا، رشة من القرفة، رشة من الـ7 بهارات، رشة من الجنزبيل المطحون، وورق لوري، ومعايا كمان جوز الطيب. ممكن تستغني عن جوز الطيب. في حلة بقى كده على النار نزلت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، دي سمنة نيوزيلاند. خلاص بقى كده هي ساحت معايا وسخنت، هنزل بقى بالعكاوي. العكاوي تكون متصفية من اي مية فيها علشان خاطر لو نزلت على الحلة كده وهي سخنة هتطردش الزيت. هديها بقى كده صدمة الاول علشان تقفل المسام وتحتفظ بالعصارة بتاعتها جوه. طبعا مش هعملها كلها لان هي كبيرة علينا احنا فردين، بس هعملها يعني على مرتين. هنقلبها بقى كده، هنشوحها مع بعض لحد ما تاخد لون بني جميل. نبدأ بقى كده نقلب. امشي معايا كده بقى خطوة بخطوة، هيطلع معاكي احلى طاجن. قلبته بقى كده على الناحيتين لحد ما ياخد لون بني. زودت حته كمان، حسيت ان هما قليلين. خلاص بقى كده خدت اللون اللي انا عايزاه. هنزل بالبصل وهسيب بس كده شويه صغيره، هقول لكم هعمل بيهم ايه. معايا طبعا بقى الكوباية اللي هي بتاعت عصير الطماطم، وكوباية من لسان العصفور، بس انا ما نسيت احطها في المكونات وانا بقول لكم عليها. دلوقتي بقى كده هنزل بالمكونات بتاعت اللي هي التوابل، وهقلب بقى كده كله مع بعض. العكاوي بقى تاخد من طعم التوابل والبصل. طبعا زي ما انتم عارفين بحب احمر التوابل في الزيت عشان ريحتها تطلع وتمسك في الأكلة اللي احنا بنعملها. ممكن تستبدلي الـ7 بهارات ببهارات اللحمة، ودي بقى كده رشة من القرفة ممكن تستغني عنها لو ما عندكش حد، ما فيش مشكلة. هي كان آخر حتة عندي، حطيتها كلها، بشرتها كلها. اديها بقى كده كمان تقليبه، كل المكونات بقى تمتزج كده مع بعض. دلوقتي بقى كده كنت مجهزه الكتل في مية مغلية، غطيت بقى كده العكاوي بالمية
وهسيب بقى كل الكلام الجميل دوت ايه ياخد بقى ويدي مع بعض. سيبهم بقى كده يغلي على نار هادية، متعليش النار، يعني نار متوسطة. قلبت بقى كده عشان خاطر التوابل ايه تدوب كده مع المية اللي انا حطيتها، ما حطيتش ملح ولا اي حاجة لسه دلوقتي. غطيت بقى عليها وهسيبها هتاخد كده حوالي ساعة، على حسب بقى ايه النوع العكوية اللي انت جايباها. هي بقى كده خلاص كانت داخلة على سوا. هحط ابدأ بقى احط الملح دلوقتي، حطيت معلقة صغيرة كده من الملح. وهقلب بقى كده عشان الملح يدوب. دلوقتي ما كده مجهزة حلة على النار علشان خاطر هعمل لسان العصفور احمره. حاطة كمان كده فيها معلقة سمنة بلدي وشوية زيت. ساحب بقى كده معايا والحلة سخنت. بظبط بقى كده الكاميرا عشان خاطر تشوفه كويس. هنزل بقى دلوقتي كده بكوباية من لسان العصفور وهبدأ بقى كده ان انا احمره مع الزيت والسمنة. خدوا بقى كده لون. هنزل بقى كده ببقية البصل اللي انا شلتها على جنب، حتى بس منها شوية صغيرة عشان عايزة لسان العصفور كده يتنكه بالبصل، بيدي طعم حلو قوي. قلبتهم بقى كده مع بعض تقليبة. انا مش عايزة لسان عصفور، ما بحبوش يكون غامق، بحب يكون لون ذهبي كده. هقلب بقى كده مع بعض. حد بس قيمة البصلة يتعمل معايا كده ايه اللون هو الابيض شفاف. هنزل بقى دلوقتي بكوباية عصير الطماطم هقلبها بقى كده معاها. هحط كمان بقى الفلفل والطماطم مقطعين مكعبات صغيرة. طعم الخضار بيبقى حلو قوي مع لسان العصفور، بيبقى طعمه باين. دلوقتي بقى كده خلاص العكاوي استوت. هاخد بقى كده من الشوربة بتاعت العكاوي بالبهاريز بتاعتها بقى وجمالها. شايفين اصلا لونها عامل ازاي تحفة. هحط كمان بقى العكاوي برضو معاها تاخد غلوة. انزل بيها كلها. خلاص بقى كده حطيتها كلها وشايفين لونها عامل ازاي. هنزل بقى دلوقتي كده معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومكعب من مرقه الخضروات وهقلب مع بعض بقى كده. هياخدوا غلوه بس وهحطهم في الفرن. دلوقتي بقى كده انا معايا فصوص من الثوم وكمان معايا اللي هي الكبابة الصيني، ضربتهم مع بعض كده. هحطها بقى كده على الوش في الاخر خالص بعد ما تقفلي عليها علشان خاطر تحسي كده بطعم الثوم. يبقى انا حطيت 3 فصوص كده من الثوم او 4، ضربتهم كويس مع الكبابة الصيني وحطيتهم بعد ما قفلت على الحلة بتاعت لسان العصفور علشان خاطر طعم الثوم يفضل موجود. جبت بقى كده الطاجن اللي انا هدخله الفرن. هنزل بقى بكل الخليط اللي انا عملته ده وهدخله الفرن على درجة حرارة 180.
طبعا هي العكاوي مستوية، او ممكن كمان تكملي السوا بتاعها في الفرن نص ساعة لسان العصفور هيستوي، كمل بقية السوا بتاعه، وكمان في الاخر هتشغلي عليها الشواية 5 دقايق وتاخد لون زي الفل. ادي كمان هي طلعتها، شايفين لونها وجمالها، شايفين لون العكوية عامل ازاي، تحفة يستاهل والله بقكم، يستاهل التجربة، ولو جربتوه بألف هنا وشفا عليكم. شايفين جمالها؟ لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناة علشان القناة تكبر بيكم، محتاجة دعمكم ليا، ووصلوا الفيديو لألف لايك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.